دعم غير محدود واهتمام كبير اولته الدوله لاصحاب الهمم باعتبارهم جزءا لا يتجزا من نسيج المجتمع المصري أصحاب الهمم كان لهم نصيب كبير من استراتيجية الدولة المصرية وفكرها، فاتخذت الدولة العديد من الخطوات في هذا الإطار، حيث طرحت الحكومة بطاقة الخدمات المتكاملة التي يستفيد منها 13 مليونا من أصحاب الهمم، وهي البطاقة التي تضمن حقوقهم في مختلف المجالات والجوانب المعيشية من تأمين صحي ومعاش وتوفير فرص العمل. تضمنت الجهود أيضاً إنشاء المجلس القومي للأشخاص أصحاب الهمم ليحل محل المجلس القومي لشؤون الإعاقة، وهو المجلس الذي يهدف إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق وكرامة الأشخاص أصحاب الهمم المقررة دستورياً ونشر الوعي بها، وواصلت الوزارات ومؤسسات الدولة مبادراتها لمساندة أصحاب الهمم، فكانت مبادرة مصر بكم أجمل لتوعية ذوي الهمم بأحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة وحقوقهم وواجباتهم وأحكام السلامة والصحة المهنية وتدريبهم على كيفية التغلب على صعوبات العمل، فضلاً عن التدريب على ريادة الأعمال وكيفية إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر. الاهتمام بذوي الهمم توج بإعلان عام 2018 عاماً لذوي الهمم والذي صدر فيه القانون. رقم 10 لسنه 2018 الذي ينص على حقوق وامتيازات عديده لهم سواء في مجال التعليم او الصحه او العمل او المعاش، هي إذن جهود حثيثه بذلتها وتبذلها الدوله في سبيل الارتقاء بحمايه ذوي الهمم وتوفير كل سبل الراحه والامان والحفاظ على حقوقهم.